مرحبا بحضراتكم مرة تانية، منورني في الاستوديو نجم الأهلي السابق ومدرب حراس المرمى لنادي الشرقية للدخان، طبعا كابتن أحمد فوزي، نجم كبير وعندنا كلام كتير قوي معاه. كنت لسه بقولك هنتكلم على أي حاجة، قلت لي أنا معاكي اهلا في أي وسهلا حاجة. بيك الاول، منورنا يا كابتن. انت اللي منوران. انا متشرف ان انا اكون موجود معاك. الكلام اللي انت عايزه تقوليه انا معاكي فيه، بس قبل ما نتكلم يعني عايز اعزي الكره الاهلاويه والكره المصريه في كابتن طه الطوخي رحمه الله عليه. كابتن ربنا يرحمه يا في رب. وادي ابو غيده اول امبارح، يعني الاموات اللي يعني ربنا يرحمهم جميعا. الناس اثرت في الكره الاهلاويه تحديدا والكره المصريه بطريقه كبيره جدا. نتمنى لهم الرحمة وإن شاء الله ربنا يجمعهم معانا في الجنة على خير إن شاء بإذن الله. الله يا رب، إن شاء ربنا الله يرحمهم يا رب اللهم ويصبر آمين أهلهم يا اللهم كابتن. آمين اللهم آمين. خلينا نبدأ من مباراة سوني داب امبارح، تمام ولسه كنت بتكلم أنا وأحمد معاك على المباراة تمام وبنسألك تمام على رأيك في المباراة فنيا، وطبعا يعني العناصر اللي شفتها جديدة في تمام مباراة الأهلي طيب سوني داب. خلينا نتفق إن مكسبنا في النيجر عامل لنا ليدنج للمباراة. انت بتلعبي وانت كسبانه واحد هناك، الملعب كويس جدا، ابتدى التشكيل. ممكن مستر موسيماني يريح ناس كتير وكان عايز يريح علي معلول، بس طبعا لولا اصابه محمود وحيد ربنا يشفيه ناس كتير مريحه، حتى الشناوي بيدي فرصه لعلي لطفي من فتره كبيره. معظم التشكيل ما ابتداش بسترايكر، يعني احمد ياسر ريان النهارده بيلعب بعد ما كان بيلعب صلاح محسن جنب محمد شريف، بيغير كتير في التشكيل بتاعه. يمكن الحته الوحيده اللي كانت ثابته الاثنين الديفندرز اللي موجودين في نص الملعب. اعتقد ان هو مديهم ايحاء ان الماتش سهل باختياراته دي نمره واحد كمدير فني. نمره اثنين بعد 10 دقائق، يعني بعد 10 دقائق وطرد او الدقيقه 17 وطرد لحارس المرمى، الماتش سهل جدا. اللعيبه حست في الملعب انها ليدنج المباراه، مش يعني هي عايزه تاخد زي ما بيقولوا كده، انت بتلعب جمعه ثلاث جمعه، فاللعيبه عايزه تحافظ على نفسها. خلي بالك اللعيب عنده احساس برضه، احنا مش الات بنجري الى ما لا نهايه، فهو عنده احساس. فيعني ساعات اطلع كل اللي عندي في المباراه لما اكون محتاج ان انا اطلع كل اللي عندي في المباراه، انما مباراه انت ليدنج فيها راكب الجيم مطرود من الفرقه الثانيه واحد، الفرقه الثانيه اصلا امكانياتها لا تقارن بلاعيبه النادي الاهلي، فانت بتلعب جيم من زي ما بيقولوا من علي، انت باصص من فوق على الجيم. يمكن ده اتضح جدا في الشوط الاولاني، ضيعنا كتير. انما انا عايز يعني في بعض اللاعبين مش عايز اعممهم في المباراه دي، بمعنى احمد ياسر ريان لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه انه فعلا بقى يعني كان حاجه كويسه جدا امبارح. عايز اعتب واقرص ودن محمد شريف وكهربا، حاسس بنوع من انواع مش الاستهتار ولكن النوع من انواع الانانيه المفرطه شويه في حاجات بتبقى هم بيروحوا على الجون ممكن يعملوها لناس اكثر منهم ضمانا لاحراز الاهداف، ولكن هم بيطمعوا فيها. طبعا اي راس حربه في الدنيا لازم يبقى طماع، دي انا معاك فيها، بس في حاجات يعني الاولويه للزميل. يعني باقي اللاعبين اشكر وليد سليمان طبعا على الجيم اللي عمله. بعد كده المباراه عاديه جدا جدا جدا، انا شايف ان الناس مكبره الدنيا، بس اللعيبه قدرت تاخد المباراه زي ما بيقولوا كده ايه، طلعت بيها لبر الامان من غير ما يحصل اصابات، وفي نفس الوقت الاهلي كسب ووصل دور المجموعات. بس رايك في رجوع سعد سمير؟ طبعا سعد، انت النهارده سعد بيكمل سنه و8 ايام او 7 ايام تقريبا، 28 ديسمبر 2018 2019 لحد 6/1/2021 او 5/1، مسافه بعيده قوي. ربنا النهارده 6/1 6/1 لا ليه بقى الكلام ده؟ انت اللي قلت مش انا. لا مش قصدي حاجه والله، مش قصدي، ما هو امبارح 5/1، ما هي برضه المهم. سعد سمير قعد سنه واسبوع تقريبا مش بيلعب ماتشات، دي قاتله على لعيب الكوره. شفت يعني ازاي يعني نزول الملعب واستقبال اللعيبه ليه كون ان المدير الفني يجيبه قبل المباراه ويقعد معاه ويقول له ان شاء الله نبقى ليدنج 2-0 وتنزل عشان تكتسب حساسيه المباراه بعد المباريات بعد الفتره الطويله دي من القعده. عايز اقول لك ده مدير فني ناضج واعي مثقف قريب من اللعيبه، محب للاعبين، صح. فهو فكرته قبل ما ينزل ياخد اللعيب ويفهمه الدنيا ماشيه ازاي عشان لما ينزل يبقى واقف على رجليه. لما نزل سعد ما كانش فيه ضغط من فرقه سوني ديب، ولكن
هو قدر على الاقل نزل واقف على رجليه، مش هقول لك مش هايب لان سعد من كابتن الفرقه، ولكن اول مباراه للواحد بعد اصابه سنه سنه وشويه بيبقى خايف غصب عنه مش بمزاجه، يعني دي حاجه بتبقى يعني انكونش، هو مش 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 يعني هو عايز يلعب كل حاجه بس غصب عنه في حته معينه بيشيل رجليه، فكون ان هو يبقى محضر نفسه لما ينزل يبقى واقف على رجليه دي حاجه جميله جدا. رجوع سعد هيفيد الفرقه من الناحيه من الناحيه القائديه في الملعب وبره الملعب، وهيفيد النادي الاهلي في السردباكات اللي عندنا، لان احنا عندنا ربنا يشفي محمود متولي كان معاه سعد مسامير فتره، كان رامي ربيعه ودلوقتي رامي ربيعه راجع من كورونا، فانت مجبره ان انت بقالك شهرين بتلعب كنت او شهر ونص كنت بتلعبي بس بايمن اشرف وياسر ابراهيم لحد ما جه بنون بقى يخش معاهم، بندور ما بين الاثنين من الثلاثه، فلما سعد يدي اريحيه اكتر للجهاز الفني انه في اي وقت ممكن يلعب باثنين من الاربعه. بتشوف ازاي يا كابتن استغلال الجهاز الفني لاي فرصه كانت اي مباراه ينفع فيها ان هو يجهز اي لاعب تاني ويريح لاعب اساسي علشان يبقى عنده اكبر قدر من اللعيبه اللي جاهزه في اي وقت يحتاجهم، زي ما بنقول دايما احنا في ظروف كورونا وظروف صعبه جدا وفي اي وقت ممكن تفقد اي لاعب بداعي الاصابه بفيروس كورونا ويكون لاعب اساسي ومهم أكيد. فبالتالي انت لازم يكون أكيد. البديل عندك على نفس مستوى الاساسي. بتشوف ازاي فكر الجهاز الفني مستر موسيماني ده، وكمان امبارح يعني حضرتك مدرب لحراس المرمى امبارح علي لطفي كان مادي في المباراه ما كانش فيها هجمات كتير الصراحه على مرمى النادي الاهلي، ولكن اعتقد ان نزوله مباراه زي دي برضو يديله ثقه. طيب نبتدي من الاخر طيب. يعني او بمعنى اصح علي لطفي كانت فرصه جيده جدا وفكر عالي جدا من موسيماني انه يبتدي بيه مباراه زي دي ويريح الشناوي ويطلعه بره المعسكر خالص، بتدي له اريحيه. انا قلت لك في الاول ان انت بتلعبي من الجمعه للجمعه في ضغط ثلاث ماتشات في سبعة ايام، من الجمعه او ثمان ايام بتلعبي ثلاث ماتشات في ثمان ايام وعلى طول الدوري بقى وافريقيا هتلعبي بالطريقه دي كل ثلاث ايام مباراه كل ثلاث ايام مباراه مع وجود كورونا، فانت ممكن في يوم ماتش من الماتشات تلاقي زي ما حصل قبل كده 12 لاعب زي ماتش سموحه 12 لاعب مش موجودين زي ماتش سوري وادي دجله 12 لاعب مش متواجدين منهم سبعه كورونا خمسه كورونا والباقي اصابات عاديه والموقوف، فانت ممكن الكلام ده يحصل كتير معاكي، فكون ان انا ادي للعيبه كلها دي ميزه. وخلي بالك الاهلي في حوالي تسع ماتشات او ثمان ماتشات في الفتره الاخيره ملاعب ال 30 لعيب ويمكن 32 لعيب كمان ودي ميزه بالظبط كبيره جدا. وجود علي لطفي امبارح بقى انت بترجع له الثقه بعد فتره كبيره من عدم لعبه، اخر ماتش لعلي لطفي لعبه كان في ماتش الوداد، نزل اخر ثلث ساعه كان واحنا كسبانين تقريبا اثنين، موسيماني طلع الشناوي ونزل علي لطفي عشان يديله ثقه، يمكن كان في ماتش في الكاس اعتقد في يعني اخر ماتش لعبه علي كامل كان في الكاس تقريبا كان الترسانه، لا مش الترسانه كان سماد ابو قير الكلام ده مثلا قولي مثلا في شهر كام 9 او 10، فانت بتدي علي بعد 3 شهور بتدي له ماتش كامل، الشناوي متالق فانت عايزه تقربي علي من الشناوي عشان في اي وقت لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى علي واقف على رجليه، ميزه كويسه جدا، يمكن جات له واحده بس اللي هي الفاول دي اللي عمل تراي وادى نفسه ثقه وفوق نفسه، ودي ميزه كويسه علي اكتسبها امبارح ان هو على الاقل قدر يرجع نفسه من فتره ركود انه يبتدي رجليه تبقى في الماتشات، عشان كده انا شايف ان موسيماني عمل نقطه ايجابيه جدا جدا بان هو استخدمه بقى او لعبه امبارح. كل اللاعبين الميزة الوحيدة في الراجل ده انه بيعمل تدوير بين كل اللاعبين في كل الاماكن والحمد لله ما بتحسيش بخلل. يعني حتى الخلل اللي احنا حسيناه امبارح مش خلل في الاداء، خلل في الرعونة او خلل في ايه، مش هقول رعونة عشان ما تبقاش كلمة كبيرة جدا، اللعيبة بتحافظ على نفسها. فانت حاسه ان في حاجه مش ده قتال الاهلي اللي متعودين عليه، حاسس ان ممكن يبقى في اكتر من كده. ايوه انت عايزه تكسب وبعدين انت عايزه تكسبي 8 و9، جمهور الاهلي طماع بصراحه، جمهور الاهلي طماع ودي ميزه جمهور الاهلي، عشان كده لعيبه الاهلي طماع فعايزين يكسبوا 7 و8 يعني انت مش حاسس ان جمهور الاهلي راضي بمكسب امبارح؟ بصي يعني اي لو كسبنا 1-0 هنرضى الحمد لله بس احنا مش زي غيرنا، احنا بنشوف الاهم ونحاول نوصل له، يعني احنا لو كنا كسبنا 3 وممكن نكسب 6 لا نقول ليه ما كسبنا. هقول لك حاجه، ماتش 6 ده 6-1 ماتش 6-1 انت اللي بتجيبنا كل شويه ماشي والله ما قصدي، بس انا هقول لك حاجه، نتيجه كبيره جدا جدا، جوزيه مثلا كان بيعنفنا ازاي ما ناخدش ما نطلعش 8 و9 اتخانق مع الحكم ازاي بيصفر فوق الجون السابع رايح، كان وليد صلاح عمل واحده لـ 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 لمحمد فاروق من نص الملعب والحكم صفر فيها،
وصلت لحد يعني في ناس بتقول اعرف واحد يعني بس ده معرفه شخصيه بعد الماتش قال لي يا اخي انا فرحان قوي بس كنا ممكن نعمل ريكورد نعدي الدستة والله العظيم ما بتريق ولا فيها اقسم بالله انا بتكلم مين اللي قال كده لا ده واحد يعني ساكن جنبي في انا في الصيدليه وهو ساكن جنبي بس يعني مش بعيده بس قال لك انا ممكن اعمل ريكورد وده عنده حق فيه هي القصه في ايه يمكن ده اللي بيختلف اللاعب المصري عن اي حد تاني اللاعب المصري لما بيوصل لرقم معين بيهدى انما بره يكسبوا 5-6 شوف فرقه بايرن بتمسك تدي برشلونه 7-8 عادي جدا ده الطبيعي بتاعها مش فارق معاها بعد 5 بتدوس وتدي في وقت من الاوقات برشلونه كانت بتقابل ريال تدي له 5 وتدي له 6 مفيش اللي هو اجيب الاربعه واريح اجيب الثلاثه واريح المفروض ده مش الطبيعي انا شغلي ان انا اجيب اجوان يبقى انا هقعد اجيب اجوان وده اللي بيعمله بايرن عشان كده ربنا يعني لازم الاهلي يعمل في حسابه انه واحنا بنلعب بايرن نلعب كورتنا وكل حاجه بس لا قدر الله لو دخل فينا جون بدري مش عايزين الجيم يتفتح لان انت برضو دي حاجات في وقتها بقى عشان ما نطلعش برقم كبير يعني ان شاء الله ان شاء الله ما نعملش رقم كبير وان شاء الله يا رب نفوز ونكسب ان شاء الله بس والله يا كابتن انا بحس فكره ان احنا نفوز ونكسب ممكن ناس تقول عليا انه دي بتقول اي كلام بس انا بحس انه طبعا بايرن ميونخ قد ايه نادي كبير بس بحس انه لما بيبقى فيه اصرار كده ومتدرب كويس وعامل اللي عليك بحس انه ليه لا يعني طيب هقول لك حاجه اللون اللي انت لابساه ده لو انت مجمعه 11 واحد من الشارع وبيلعبوا اكبر فرقه في العالم بالفانيلا اللي انت لابساها دي او اللون التيشيرت الاحمر واسمه النادي الاهلي هيموتوا نفسيهم حتى لو هم مش متدربين مع بعض صح الفانيلا دي ليها رونق مش اي حد يعرفه صح فالقلب انت احنا بنلعب ريال مدريد الناس رايحه ده ريال مدريد هيعمل علينا حاجه بالظبط كسبنا لاعب روما رايحين نلعب روما كسبنا بالظبط اتلتيكو كسبونا بالعافيه 3-2 في كل المباريات اللي انت راحت انت فرقه النادي الاهلي لعبنا قبل كده بار تعادلنا معاها 1-1 يعني انت كل المباريات اللي انت راحت تلعبيها انت راحه بقيمتك انت راحه بقيمه النادي الاهلي وبروح المكسب أكيد. بتعمل اللي عليك وبتقطع أكيد. نفسك انت لو هتلعبي الجن لزق كبير زي صغير انت في الاول وفي الاخر لابسه التيشيرت النادي الاهلي وهو ده اللي بيديك روح واصرار النادي الاهلي ده كلام كبير ومهم وجميل والله يا كابتن هنتكلم كمان اكتر على كاس العالم للانديه مع كابتن احمد فوزي بعد الفاصل